السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم النهاردة. إن شاء الله هنتكلم عن موضوع ضعف الانتصاب. المشكلة دي بتواجه رجالة كتير. هي عبارة عن إن الزوج بيبقى عنده ضعف في الانتصاب، أو بما لا يكفي بممارسة الجنس. يعني هو العضو الذكري بتاعه ما عندوش انتصاب كفاية. طيب، بالنسبة لهذه المشكلة ليها أسباب. من أهم الأسباب ليها الناحية النفسية، التوتر، القلق، المشاكل الاجتماعية سواء مع الزوجة أو في العمل أو المشاكل الاقتصادية. كل العوامل دي بتؤثر على الزوج. الموضوع التاني مشاكل في الأعضاء بتاعة الجسم. يعني ممكن يكون عنده مشكلة في القلب، ممكن يكون عنده الكوليسترول عالي، عنده سكر، عنده ضغط، عنده كوليسترول عالي، عنده سمنة، عنده مشاكل في الشرايين، عنده تصلب في الشرايين. ممكن يكون المريض ده عنده مثلا مرض زي الباركنسونيزم. ممكن يكون بياخد أدوية مثلا زي أدوية الاكتئاب أو البيتا بلوكر اللي هو بتاع ارتفاع ضغط الدم. كل الحاجات دي هي، أو في المريض ده عنده إفراط في التدخين أو إفراط في الكحوليات، أو الشخص ده بياخد مخدرات. طبعا كل هذه أسباب تؤدي إلى ضعف في الانتصاب. طيب، من ضمن الحاجات برضك، من ضمن الأمراض، لو كان عامل عملية في الحوض أو في مشكلة في الأعصاب. ممكن يكون الشخص ده عنده مشكلة انزلاق غضروفي، أو ممكن يكون احنا قلنا بعض الأدوية ايضا من ضمنها مدرات البول ايضا اللي احنا بنديها في علاج الضغط. كل الاسباب دي هي ممكن تؤدي الى ان الشخص ده يكون عنده ضعف في الانتصاب. طيب، ايه هي الاعراض؟ الاعراض ان المريض بيشتكي من ضعف في الانتصاب، وممكن كمان يعني تقل عنده الرغبة الجنسية. طبعا المريض ده بيحصل له مضاعفات. المريض ده اساسا ممكن ما يكونش عنده ثقة بالنفس. المريض ده في مشاكل ما بينه وما بين زوجته. المريض ده عنده توتر، عنده قلق، لان المشكلة بتاعته مأثرة عليه. حتى لو هو اساسا عنده اكتئاب وخد ادوية ضد الاكتئاب، ممكن دي تزود مشكلة ضعف الانتصاب. طيب، بالنسبة لهذا المريض أو بالنسبة لهذا الشخص، عايزين نشخصه. أولا بننصح هذا الزوج إن هو يروح لدكتور ذكورة على أساس إن هو يشخص الحالة بتاعته. دكتور الذكورة بيفحص المريض ويسمع التاريخ المرضي بتاع المريض، ويفضل طبعا وجود الزوجة بحيث ان يكون كل شيء واضح. نقدر نميز هل المشكلة بتاعت الزوج مشكلة نفسية ولا مشكلة عضوية. طيب، بالنسبة لبعض الفحوصات، طبعا مهم جدا الدوبلكس على القضيب عشان نشوف الأوعية الدموية. مهم جدا اذا كان المريض ده عنده سكر ولا لأ. مهم جدا ان احنا نعمل اختبار السكر، نقيس الضغط، نشوف اذا كان المريض ده عنده ضغط ولا لا. مهم برضك ان احنا نشوف الكوليسترول نسبته قد ايه. مهم نشوف اذا كان في عنده مشكله في العمود الفقري ولا لا عشان نشوف الاعصاب. نعمل له فحص نفسي. كل الحاجات دي مهمه بغرض ان احنا نعرف بالظبط الأسباب اللي أدت إلى ضعف الانتصاب. برضك في بعض الأحيان بنلجأ لقياس نسبة التستوستيرون في الدم اللي هو هرمون الذكورة. كل الحاجات دي مفيدة جدا لأن احنا نعرف مشكلة المريض ده إيه. طيب، احنا أساسا
ايه هي طرق العلاج؟ في بعض الاحيان بنلجأ للأدوية اللي هي منشطة بالنسبة لهذا الزوج، منها مثلا سيلدنافيل ممتاز بالنسبة لهذه الحالات، ايضا التلادفيل ممتاز برضو، الفينافيل، الفيرانافيل، كل الأدوية دي منشطة ودي ممتازة جدا وبتجيب نتائج حلوة، لكن طبعا لها مضاعفات، يعني احمرار في الوجه، هبوط في الضغط بسيط. طبعا الأدوية دي ما نديهاش للشخص أو اللي هو عنده مشاكل في الشرايين التاجية في القلب اللي هو بياخد نترات، لأن النترات أيضا بتوسع الشرايين التاجية، فطبعا إحنا لما نديله أدوية تهبط الضغط يعني ممكن يحصل هبوط حاد في الضغط. طيب بالنسبة لو المريض ما استجابش لهذه الأدوية، طبعا الرأي الأول والأخير لدكتور الذكورة، هو اللي بيحدد أسلوب العلاج إيه، وهو اللي بيقدر يعني يقرر إذا كان هيبتدي بالمنشطات ولا لأ. في بعض الأحيان بندي بدائل للتستوستيرون، في بعض الأحيان بنعمل حقن موضعي في القضيب، في بعض الأحيان بنركب مضخة يعني على قاعدة القضيب، في بعض الأحيان بنلجأ للدعامة، والدعامة دلوقتي التكنيك بتاعها دلوقتي بقى حديث، وهي أساسا يعني بتحسن جدا جدا من موضوع الانتصاب، ودي بتبقى طول العمر. وفي نفس الوقت أهم شيء بالنسبة للدعامة نظبط السكر كويس جدا، نحافظ على أن يكون مكان أو غرفة العمليات معقم بطريقة جيدة جدا جدا عشان ما يحصلش أي مضاعفات. طبعا دي يعني عملية بتاخد حوالي ساعة، بعدها المريض بيروح البيت مفيش أي مشكلة خالص. طبعا بالنسبة لهذا الشخص في نوعين من الدعامات، نوع مرن ونوع هيدروليكي، ودكتور الذكورة هو اللي بيحدد إيه المناسب بالنسبة لهذا المريض. طبعا ده يعتبر إنجاز خطير في مشكلة هذا المريض، ودي حققت نتائج ممتازة جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم نسبة المضاعفات بتاعتها تعتبر 1%، وفي بعض الناس بتخاف منها على أساس ان هي تعتبر جسم غريب. لا، اطمن، الجسم عادة ما بيرفضهاش، وفي نفس الوقت ما فيش منها اي مشاكل خالص خالص، ما بيحصلش اي تلوث ولا اي حاجة، لان طالما ان احنا عملناها في غرفة عمليات مجهزة جيدا ومعقمة جيدا عادة ما بيحصلش اي مشكلة منها. اشكركم جزيل الشكر، ارجو انكم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.